حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. ولا مواضيعنا في هذه الفقره موضوع مهم جدا، دائما ما العراقيين يدخلون في مرحلة في فصل الصيف من الارتفاع درجات الحرارة، وفي الآونة الأخيرة صار عندنا بعض هطول، يعني بعض من هطول الأمطار في محافظة البصرة، فالموضوع أصبح شائك. درجات الحرارة تصل إلى 50 أو 49 درجة وفي البصرة يعني بعض الأمطار، فلذلك هذا الموضوع أصبح ترند في مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك راح ينضم لنا السيد عامر الجابري مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية. طبعا الاتصال انقطع حاليا، إن شاء الله راح يرجع يتواصل ويانا. احنا نريد نعرف أنه هذه الفترة حسب الأخبار متنبئ جوي أو أنواع جوية تقول أنه ممكن درجات الحرارة راح ترتفع أكثر، ممكن هذا الأسبوع راح يعني راح تكون ارتفاع لدرجات الحرارة في العراق منذ القدم. فالموضوع بصراحة يعني البعض بدأ يطالب بعطلة رسمية في المحافظات في الدوائر، البعض يعني مثلا وزارة الدفاع، يعني عفوا الدفاع المدني بكر انه ممكن توصيات وتعليمات من الواجب انه ننفذها كثير من الامور. طبعا الاتصال جهز مع السيد عامر الجابري مدير اعلام هيئه الانواع الجويه. حياك الله سيد عامر في قناه الايام الفضائيه. حياكم الله وسعد الله مساكم جميعا. سيد اريد اعرف من خلالك، انقطع الاتصال على ما اعتقد، طبعا نعتذر يعني بشبكه ما اعرف اليوم ايش بيها، يعني بسبب رداءة الشبكه فالاتصال انقطع، لكن ان شاء الله يتم تامين الاتصال من جديد. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله بين ما ينضم لنا ويتم تامين الاتصال مره اخرى من قبل السيد عامر الجابر. يقول الانواع الجويه 11 محافظه عراقيه ستسجل درجات حراره 50 الى 51 في الايام المقبله. 50 الى 51 درجة حرارة. فهذا الموضوع يا اخوان يعني بصراحة موضوع جدا مهم. الاتصال السيد المخرج يقول جهز من جديد. طبعا نستثمر وجودك سيد عامر الجابري بخصوص موضوع ارتفاع درجات الحرارة، وايضا كان هنالك هطول لبعض الامطار. تسمعني سيد عامر؟ نعم. الرحمن الرحيم. فيما يخص ارتفاع درجات الحراره، احنا سبق انه قسم التنبؤ الجوي في الهيئه العامه للنواء الجويه والرصد الزلزالي وزاره النقل الاراضي بتعمق المنخفض الموسمي الحراري اللي دائما ما يتشكل على الاراضي الهنديه وبعض الاحيان يسمى اللسان الهندي. هذا يمتاز بارتفاع درجات حراره من 45 الى 50 درجه ويبدا تاثيره منتصف شهر ايار، لكن الحمد لله بدا تاثيره تقريبا في الربع الاول من شهر تموز، والبعض يسموه في شبه الجزيره العربيه يسموه جمره القيد. جدا تشير الى ارتفاع درجات الحراره. احنا يوم الاربعاء الماضي اصدر ايضا قسم التنبؤ تقريبا نهايه هذا الاسبوع، ودرجات الحراره سوف تكون تقريبا من 49 الى 51 درجه مئويه. زين. واكثر المناطق اللي تاثرت تقريبا هي المناطق الوسطى والجنوبيه حسبت من 50 الى 51. طيب سيد عامر، شلون احنا نقدر نفسر موضوع هطول الامطار في محافظه البصره؟ البعض يقول انه بسبب الدول المجاورة دول الخليج أو غيرها من الدول بسبب الاستمطار الصناعي اللي بدأوا يسووه، فممكن تجينا بعض الـ 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 يعني الغيوم اللي محملة بالأمطار. البعض يقول يعني هذا موضوع يعني لحد الآن ما حد فسره، يعني لا أتمنى أنه تفسر هذا الموضوع. هذا
حقيقة سيد العزيز الأمطار اللي تساقط الزخات، المطر كانت خفيفة، كل الزخات تصل كل مطر خفيفة كلش يوم الأربعاء على محافظة البصرة، أولا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة اللي أدت إلى زخات مطر كلش قليلة. هذا السبب الرئيسي لتساقط زخات المطر، لا توجد أي أسباب أخرى لتساقط زخات المطر في ذلك اليوم. طيب سيد عامر، ممكن نشوف بالأيام المقبلة بعض المتنبئين الجويين ذكروا أنه راح تكون درجات الحرارة مرتفعة إلى 50 أو 51، ممكن راح نوصل إلى هكذا درجات؟ حقيقة سيد العزيز احنا دول أنا أعتبرهم يعني هواة الطاقة أو متنبئين، يعني هم بعيدين عن كل البعد عن الهيئة العامة للمواد الجوية. الهيئة العامة للمواد الجوية من وفق معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فلذلك احنا نعمل وفق التقارير اللي تصدر من عندنا، التقارير هي الأساسية. اما يتنبؤون فمن المستحيل ان تتنبا مثل ايام كلش طويله، وذلك احنا دائما في الانواع الجويه تكون تقاريرنا الاستباقيه والتحذيريه قبل 48 ساعه، وذلك لدقه المعلومات بسبب التقلبات الجويه وحاله عدم استقرار الخطر. تقاريرنا اللي طيب سيد عامر، نشاهد بعض المحافظات احيانا تنطي عطل في ارتفاع درجات الحرارة، هل هذا الموضوع يأتي بتوصية من خلالكم إلى الحكومات في هذه المحافظات، أم هو موضوع راجع إلى الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية في المحافظة؟ لا بتاتا يمنع يعني ممنوع التلاعب درجات الحرارة، لأنه نحن مسؤولين أمام الدولة الشرعية والدولة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولفريق الوزراء، يعني أمام كل السلطة العالية في الدولة الشرعية. طبعا سيد عامر بصراحه الصوت اصبح يعني جدا رديء، يعني احنا طبعا نشكرك ونشكر انضمامك ونشكر هذه التوضيحات اللي وضحتها لنا من خلال الاتصال الهاتفي، نشكرك الشكر الجزيل، وايضا نشيد بدوركم ونشيد بعملكم اللي تعملون من خلاله، فاشكرك الشكر الجزيل. قدرنا نعرف بعض الأشياء المهمة، خصوصا أنه المطر اللي صار بالبصرة البعض فسره أنه هو استمطار صناعي من بعض الدول، فممكن جتي غيوم لمحافظة البصرة. هو السيد عامر الجابر ذكر بأنه هذا الموضوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بالتالي ارتفاع الرطوبة، فممكن يصير زخات خفيفة بالمطر، وايضا ارتفاع درجات الحراره البعض قال 50 إلى 51، ذكر انه هذا الموضوع يعني المتنبئ الجوي هو يعتبر هاوي، ف يعني ما راح يكون ممكن كلامه دقيق 100%، هم عندهم لجان ورصد واجهزه حديثه ترصد هذا الموضوع، فنشكرك الشكر الجزيل. التعليقات حول موضوع ارتفاع درجات الحراره، يقول حيدر الحمد لله على كل حال، اما حسين يقول بالعافيه علينا، بالعافية علينا، صدق يا أبو علي إحنا متعودين، إحنا لا اليوم ولا البارح، إحنا متعودين صار لنا كم سنة إحنا بالصيف ما شاء الله ننشوي. كرار يقول من الفجر صارت 50، كرار يقول يا الله من الفجر صارت 50، ماكو شيء، إذا الفجر 50 لعد بالوحدة الظهر إيش قد 200 يا أخوي يا حبيبي. طبعا تعليقات أيضا، محمد يقول الناصرية اليوم 52، ناصرية اليوم يقول 2، عم الله يساعدكم والله العظيم الله يساعدكم. عباس يقول لا إله إلا الله الله المستعان، أي والله احنا ندعي رب العالمين بلكت شوية يعني تخف هاي الحرارة علينا، يعني لا البشر يقدر يشتغل، لا السيارة تقدر تشتغل، لا كل شيء ماكو، كان الله في العون. آخر تعليق من عمر يقول لو 60 عادي، أصلا تكيفنا على هذه الأجواء، أنت تكيفت بس إحنا بعدنا ما متكيفين، إحنا لو ما السبلت والمبردة والبنكة والساترات علينا يا أخوي ما نموت. هذا كان آخر تعليق من قبل عمر بخصوص هذا الموضوع، موضوع ارتفاع درجات الحرارة اللي وصل في بعض المحافظات وبغداد 49 50 48 49 50، يومية درجة شكل مرات وعد يشوف اخبار في بعض البلدان، دنمارك مدري كندا مدري وين، وفاة اكثر من 30 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى 35 درجة مئوية، 35 وتموت يا
يعني العراق هناك بال 35 وجهه يتفح يصير ابيض. اذا احنا هنا 50 وبالوحده الظهر لو ب 12 يشرب شاي استكانه شاي زين، وبالحي الصناعي يم السيارات والمكاين وما ادري شنو، ذن اساسا بهن حراره يجي يفتح ما يفتح ماكينه ولا يصلح السياره الا 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 ويا جلاس شاي زين. نفس الوقت يعني نقول الله يساعد الكسبة والعمال واصحاب الاكشاك اللي بالشارع، فالله يساعدهم. بالنهايه احنا كنا بهذا الحر سوى، يعني اللي يطلع للشغل، اللي يشتغل بالشارع، اللي رايح الطريقه رايح لدارته، كنا نعاني من هذا الموضوع. هذا كان موضوعنا الاول في فقره فيس تو فيس، موضوع ارتفاع درجات الحراره. موضوعنا الثاني في هذه الفقره طبعا الزيارة الأربعينية على الأبواب، ما بقى إلا أيام قليلة، فبالتالي أكو جهد هندسي وجهد استخباري وجهد خدمي من وأمني من جميع صنوف الحكومة العراقية، من أمن وصحة ونقل وهندسة، كل المواضيع هذه يعني جهود استنفار وجهود ومساعي لي إنجاح خطة الزيارة الأربعينية، وأيضاً توفير كل سبل الراحة للزوار. خلينا نشوف موضوعنا الثاني وتفاصيله واللجنة اللي يترأسها السيد وزير الداخلية. يقول اللجنة العليا لتأمين الزيارة الأربعينية تصل إلى محافظة ذي قار. يقول وصلت اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين برئاسة وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري وقائد القوات البرية ووكيل جهاز الأمن الوطني ووكلاء الشرطة والاستخبارات في وزارة الداخلية ومعاون عمليات الحشد الشعبي إلى محافظة ذي قار للإطلاع على تفاصيل الخطط الأمنية في خمسة محافظات، وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى وواسط، بحضور قادة العمليات البصرة وميسان وسومر وقادة شرطة المحافظات ذاتها ومدراء الأجهزة الأمنية فيها. طبعاً هذه الصور من وصول وزير الداخلية وإلى محافظة ذي قار وبمعية القادة الأمنيين والضباط في الأمن الوطني والحشد الشعبي وقيادة شرطة المحافظة. طبعاً مساعي وجهود مشكورة من قبل وزارة الداخلية بخصوص هذا الموضوع. بالنهاية تعرفون زيارة الأربعينية زيارة مليونية، ماكو بالعالم كله 20 إلى 25 مليون يتجهون إلى محافظة صغيرة الحجم مثل محافظة كربلاء المقدسة، لا هي بقد ولاية من ولايات أمريكا، ولا هي بقد محافظة من محافظات تركيا، ولا هي بقد محافظة صغيرة تتسع ومنطقة صغيرة، حتى مو بكل المحافظة، في منطقة صغيرة فيما بين الحرمين عند سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس لذكرى زيارة الأربعين. في هذه المنطقة الصغيرة يتواجد من 20 إلى 25 مليون زائر. تخيل الرقم عزيزي المشاهد، من 20 إلى 25 مليون زائر لمدة تتراوح من 5 أيام إلى أسبوع من جميع المحافظات في العراق، مشي من جميع المحافظات ومن جميع أنحاء العالم عبر المطارات، مطار بغداد، مطار النجف الدولي، من هذه المطارات ومن المحافظات يكون السير نحو أبا عبد الله الحسين وكربلاء المقدسة لإحياء مراسم ذكرى زيارة الأربعين من كل عام. فهذا الموضوع يتطلب تأمين صحي أمني، جهد هندسي استخباري، طرق نقل، كثير من الأمور، مفارس طبية، غيرها كثير من الأمور. هذا الموضوع بتوجيهات من رئاسة الوزراء وأيضا وزارة الداخلية وكل الوزارات، احنا نشكرهم ونحييهم على العمل اللي يقومون به خلال هذه الأيام. طبعا مثل ما تعرفون أكو ناس 15 و16 يوم من محافظة البصرة، أكو ناس تمشي من رأس البيشة، من آخر نقطة في العراق، من البصرة تبدأ بالمشي إلى كربلاء، أكو ناس تمشي من بغداد، أكو ناس تمشي من
النجف، من واسط، من ناصرية، من ديوانية، يعني من 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 رأس البيشة آخر نقطة بالعراق إلى كربلاء، زين، وأيضا من بعض المحافظات اللي قريبة على بغداد. كل الناس تبدي تمشي تتوافد نحو كربلاء المقدسة. فهذا الموضوع مثل ما قلت لكم يتطلب جهود عالية المستوى واستنفار أمني وصحي ومن جميع الجهات. لذلك معالي وزير الداخلية برفقة القادة في الحشد الشعبي والأمن الوطني والاستخبارات وشرطة المحافظة راح تكون لهم فرة في هذه الأيام بالبصرة وميسان وذي قار والديوانية والمحافظات الجنوبية وأيضا واسط لي بخصوص هذا الموضوع. طبعا هذه صور من وصول ولقاء عدد من الضباط. علي الغريب يقول كل التوفيق والنجاح إن شاء الله وبارك الله فيكم، جهود مباركة. أما فليح يقول فليح أبو عمار كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. علاء يقول ربي يحفظك ويحفظ القوات الأمنية. ستار يقول عظم الله أجركم وكل التوفيق إن شاء الله. هذا آخر تعليق من ستار بخصوص هذا الموضوع. اليوم موضوع مهم جدا وموضوع حيوي. طبعا كلنا مستعدين في هذه الفترة لتلقى الناس بالبيوت بالدول بالمحافظات، كلها مستعدة لزيارة الأربعينية. مواكب راح تبدي تنصب على طول الطريق، سفرة ممدودة من بغداد إلى كربلاء، من النجف إلى كربلاء، من البصرة إلى كربلاء، من الناصرية إلى كربلاء، من الديوان، من كل المحافظات، من واسط، من كل المحافظات سفرة ممدودة. زاير يروح مشي يأكل ويشرب وينام ويرتاح ويأخذ دواء ويأخذ علاج وينام على التبريد. كل هاي الأمور تصير خدمة الإمام الحسين عليه السلام، ويتشرفون بهذه الخدمة، بل يدعون الله كل عام بأن تجدد هذه الخدمة، أنه الله ينطيهم صحة وعافية ورزق حلال حتى يخدمون من جديد، يخدمون زوار أبو عبد الله الحسين. ماكو هيك بالعالم، تحدى شخص هسه يفتر للعالم كله، الكرة الأرضية كوكب، كوكب الأرض، يفر من الشمال للجنوب للغرب للشرق، يفر يجيب لي هيك موضوع، يجيب لي هيك تجمع بهيك خدمة بهيك ناس موالية، ما راح يلقى لا بصين لا بيابان لا بأمريكا لا بالهندوراس لا بموزمبيق، لا ماكو، مستحيل تلقى هيك. فقط في العراق عرض الأنبياء والأئمة الأطهار، فقط هذا الموضوع. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثالث في هذه الفقرة، مرات احنا نثني على امور اللي تصير في في بغداد بعض المحافظات، من تطوير، من انشاء مجسرات، شوارع، مجمعات سكنية وغيرها من الامور. بل احيانا نطالب انه اكو اراضي كبيرة في بغداد عبارة عن صحراء قاحلة، في اطراف بغداد ما حد مستفاد منها، والناس متمركزة في نقطة معينة في بغداد، في قلب بغداد، بالتالي تتسبب الزحام المروري وغيرها من الأمور. رئاسة الوزراء اليوم في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمهندس محمد شياع السوداني، خلينا نقرأ البيان احنا وياكم ونشوف تفاصيله وشنو جاء في هذا البيان. يقول ترأسنا اليوم الأحد الاجتماع الرابع الخاص بمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، وشهد الاجتماع المصادقة على التصاميم الهيكلية الأولية لمشروع مدينة الصدر الجديدة بعد عرض مفصل قدمته الشركة المكلفة بإعدادها. تابعنا إجراءات حسم ملكية الأرض التابعة لوزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وحسم ملف التجاوزات الموجودة على الأرض المخصصة للمشروع وفق الآليات الإدارية والقانونية. ناقشنا متطلبات استكمال المشروع فيما يتعلق بالموقف المالي وآليات التمويل، وأيضا ناقشنا استثمار محطة الكهرباء الخاصة بالمشروع، وطلعنا على تقرير الهيئة العامة للمساحة بشأن الأراضي الواقعة إلى جانب المشروع وحسم كل الخطوات المطلوبة للشروع بالتنفيذ. أيضا
أكدنا عزم الحكومة على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي المهم بالشكل الذي يلبي حاجات المواطنين ويسهم بشكل حقيقي في معالجة أزمة الاكتظاظ السكاني التي تشهدها مناطق شرق العاصمة بغداد، فضلا عن أهميته في تحريك عجلة القطاع الخاص وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب في مختلف الاختصاصات. وأوضحنا أهمية الإسراع بإنجاز الملفات المتعلقة بالمشروع وحسمها وتجاوز كل العقبات التي تعترضه. أيضا وجهنا بتخصيص أرض لإنشاء مدينة جامعية متكاملة في مناطق شرق القناة بشكل موازي مع مشروع المدينة الجديدة. طبعا سويت سيرش سريع من شفت هذا الموضوع وبحثت عن هذا الموضوع. مدينة الصدر الجديدة راح تكون عبارة عن منازل من 150 متر منزل كلهن نفس التصميم. الموقع راح يكون بآخر المدينة، يعني وراء السد اعتقد، يعني وراء السد هناك ما اعرف شو يسموها المناطق ديسيم او حي طارق ما اعرف شنو، راح تكون خلف مدينة الصدر راح تكون هذه المدينة الجديدة، راح تحتوي على الآلاف من الوحدات السكنية اللي راح تكون عبارة عن منازل، منزل من 150 متر فقط متشابه في كل الـ يعني المنطقة، يعني راح تكون منازل نفس الشيء، نفس البناء، نفس التصاميم كلها من 150 متر. طبعا احنا نشكر رئاسة الوزراء على هذا الموضوع، نفس الوقت نطالب بالمزيد، نطالب بكثير من المواضيع التي يجب ان تحسم. طبعا ملف الكهرباء اللي لحد الان المواطن يعاني من موضوع الكهرباء، ايضا موضوع الطرق لحد الان فقط شفنا في مناطق معينة تم تعديل وتوسيع بعض الطرق، لكن أيضا بعد أكو مجسرات المفروض تنبني أكثر وأكثر. وأيضا موضوع آخر الانفتاح على المحافظات. يا أخوان اليوم من نحكي أكو غصة في القلب، يعني إحنا ما نريد الشغل بس ببغداد، أنا كمواطن عادي أريد الشغل بالسماوة في هذه المحافظة، أريد الشغل في الناصرية، في الديوانية، في كثير من المحافظات. السماوة اللي لحد الآن شعبها وأهلها يعانون، يعني السماوة لحد الآن قنطرة، ماكو جسر، قنطرة يعني لحد الآن. يعني شنو تفرق السماوة عن باقي المحافظات؟ شنو تفرق السماوة عن بغداد، عن البصرة؟ شنو تفرق؟ شنو تفرق الديوانية؟ يعني لحد الآن هذه المحافظات تعاني وتعاني، ميسان وغيرها من الأمور، غيرها من المحافظات أيضا. يجب على رئيس الوزراء وعلى كل الوزارات والحكومات تعمل ليس فقط في بغداد وإنما في كل المحافظات. نشاهد افتتاح مستشفى هنا ومستشفى هنا ومركز صحي هنا، نعم مشكورة الجهود كلها مشكورة، حياكم الله وعاشت ايدكم، بس نريد أكثر. نريد بعض المحافظات اللي يا اخي والله كو غصه، يعني خير مثال مثل ما ذكرت لكم السماوه، هذه المحافظه اللي يروح لهاي المحافظه، يعني محافظه تاريخيه بها ناس شيوخ وعشائر واهل وناس طيبه، كل شيء ما بها المحافظه عباره عن منازل وصحراء سماء وطارق، كل شيء ما بها، ابيها بنايات، لا بيها مجسرات، لا بيها مجمعات سكنية، لا بيها جسور، كل شيء ما بيها، لا خدمات، كل شيء ماكو. كذلك الحال الديوانية، كذلك الحال الناصرية، كذلك الحال بعض من مناطق ميسان، كذلك الحال حتى في البصرة، رغم أنه متطورة وبيها هواي من الأمور بس بعد ينقصها الكثير. واسط والكوت والعزيزية والصوير، كل هذه الأقضية والنواحي والمحافظات الراد بها عمل بعد أكثر. لذلك هي مناشدة إلى رئيس الوزراء، أحسم هذا الموضوع أكثر بعد كهرباء، بعد أكثر يعني كهرباء لحد الآن ملف الكهرباء ما انحسن، لحد الآن الكهرباء بعدنا نعاني في كل صيف من موضوع الكهرباء. إحنا اليوم من تشتغلون شغل نجي نقول لكم يا بعاشت ايديكم بارك الله بيكم على هذا الشغل، بس إحنا نريد أكثر بعد، نطالبكم بالمزيد من هذه الأعمال. لذلك سخروا الجهود، سخروا الإمكانيات،
اجتمعوا، خططوا، جيبوا شركات، سواء شركات وطنية وشركات أجنبية، اشتغلوا في بقية المحافظات، اشتغلوا في بغداد، اشتغلوا في كل العراق من الشمال إلى الجنوب، اشتغلوا. الشعب اليوم كمواطن شيريد، المواطن شيريد يريد راحة باله، يريد قاعد ببيته معزز مكرم، كهرباء عنده في فصل الصيف، ما يضطر بالليل ينام بالسطح والظهر ينام بصفة قالب ثلج، لو على المبردة وكل ساعة رسمة ويرجع وكهرباء تطفى وسحب وطنية ومولد وينقطع الواير ويروح يسوي، ما يريد هاي المواضيع. اشتغلوا على موضوع النقل. النقل ليش كل واحد هسه لازم بسيارته، لازم يشتري له سيارة ويروح ويرجع ويروح؟ لا، فعل موضوع النقل، وزارة النقل والمواصلات فعل، رجع موضوع النقل العام، سكك، قطارات، مترو، كل هاي الأمور اشتغل. أنت تجي بالوزارة 4 سنوات، من أول يوم تجي بالوزارة، من أول سنة إذا تبدي بمشروع، خلال 3 سنوات أنت مكمل هذا المشروع، فأنت ممكن راح تبقى بعد بالوزارة، ممكن تتطور تصير بعد أكبر من شيء اسمه وزير، ممكن تجيك مناصب أعلى. وبنفس الوقت إذا ما كملت الناس راح تشكرك، يقول والله فلان وزير ألف رحمة على والديه، سوانا مترو، سوانا قطار، سوانا مدري شنو، سوانا. رجعوا هاي إن شاء الله. اليوم المواطن إذا 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 يلقي نقل من بيته لدوامه ومن بيته للمناطق اللي يريد يروح لها، هم يشتري سيارة، هم يروح يشتري تاكسي، هم يروح يأجر يسوي له خط، هم حتى انتوا الوزارات البعض عندهم خطوط توصل الموظفين، حتى انتوا ما راح تحتاجون بعد خطوط، ما راح تحتاجون خطوط وموظفين ومنشأة وتروح وتجي لو كوستر لوال. نقل عام. فأول شيء بالشيء يذكر والمواضيع متتالية، نتمنى انه تشتغلون بعد، نتمنى. هذه صورة من الاجتماع بخصوص هذا الموضوع. طبعا كريم يقول نعم اعمل هكذا مشاريع يا دولة رئيس الوزراء، واجعل من عملك من جسر ديالى إلى أبوب الشام، يكتظ بالمؤسسات الحكومية. اليوم مدينة الصدر السكنية وجامعة كبيرة، وباشر بجانبهم مطار دولي وملعب دولي ومنتزع عملاق مع خط مجاري عملاق يكون بجانبي الحلقي الرابع، وستكون بذلك لقد أكملت بغداد دار السلام بكل جوانبها من الخدمات المتوازية بين الكرخ ورصافة إلى آخره. خالد يقول كفو، صباح يقول بالتوفيق إن شاء الله، راشد يقول العمل مهم، مار يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، آخر تعليق من سلام يقول مقاطعة 10x2 مربع 3000 عبارة عن متجاوزين وأنقاض. هذا أيضا موضوع مهم إن شاء الله يقول حل. هذا كان آخر تعليق في آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، فقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب، ما راح نبتعد أكثر، خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع نسولف. طبعا هذا الموضوع أيضا موضوع مهم وفيديو مهم، يوضح طريق الزائرين من طريق من الحلة إلى كربلاء ومن النجف إلى كربلاء، واحد من الطرق ب 21 كيلومتر، واحد 25 كيلومتر، وأيضا طرق أخرى. هذه من المواضيع أيضا المهمة اللي يجب أنه تعمل الدولة عليها، مثل ما ذكرنا بخصوص موضوع وزير الداخلية والمحافظات والجهد الأمني. أيضا هذا موضوع مهم، الجهد الخدمي، الطرق، الجسور، الشغلات اللي ممكن أنت تخليك تسير من بغداد، من النجف، من كل المحافظات إلى كربلاء بطريق مرتب جميل حديث. هذا أيضا من المواضيع المهمة. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. المهندس عباس يقول أحد الحلول قطار بين كربلاء والنجف، كربلاء وبابل، كربلاء وبغداد، أعتقد ينتهي الازدحام. أما سيف يقول حفظكم الله، عباس يقول خطوة بالاتجاه الصحيح، أما أبو زيد يقول مطلوب تحويل الجراج الموحد في كربلاء إلى مكان آخر لتقليل الازدحام في جميع أيام السنة وخاصة الزيارات، ويفضل أن يكون موقعه مقابل جامعة كربلاء قرب مدينة الزائرين على شارع كربلاء حلة ومنه إلى جميع المحافظات. أيضا موضوع مهم، أنا أشوفه بوجهة نظرة موضوع مهم، يكون الجراج في خارج المدينة أو قريب على
مداخل المدينه يكون افضل. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي عندنا. الفيديو اللي بعده فيديو مهم انتشر بالايام اللي مضت، يعني ابو توك توك طبق عليه سياره حرقها، بعدين يلا عرفنا التفاصيل. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. يعني ما نعرف شنو حجي حرق السياره وراح، شو مسوي ابو السياره ما يدري، شنو الذنب اللي اقترفه ما ندري. قدامكم الفيديو. بعدين وصلتنا الاخبار، عرفنا انه هذا صاحب السياره استاذ صاحب السياره استاذ، يدرس الاجيال، يدرس الطلاب، يدرس زين. اجى هذا طبق عليها حرقها وراح، كان قب وياها. شوف اساس هذا تلقى وجهه محترق، كان قب وياها. يعني ما ندري شنو التفاصيل، شنو الامور، ليش، شنو السبب، منو، شنو، ما ندري. اجى للسياره حرقها، غير كون نفتهم، غير كون نعرف شو مسوي لك. خلي نشوف بالصفحه الرسميه لاعلام الوزير في وزاره الداخليه. يقول تحرق سيارات الناس وابطال استخبارات الداخليه قاعدين ما اعرف هل شنو. تمكنت مفارز مديريه استخبارات ومكافحه ارهاب بغداد الرصافه من القاء القبض على المتهم امير سلام عبد غانم طاهر لقيامه بحرق عجله نوع سنتافيا عائده الى المواطن علي ثابت محمود في منطقه الكماليه. طبعا في بغداد. بعدين طلع استاذ جامعي، يعني او عفوا مدرس، استاذ في احدى المدارس. يعني ايش سوى لك؟ انا اريد افتهم ايش سوى لك؟ يعني ما خلاك تغش مثلا؟ لو 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 رسبك، شو انت بيدك ترسب؟ بيدك تنجح. سوى لك وانت جيت حرقت سيارته؟ زين. بس اذا انت تفكر ايش تفكير، تجي تحرق سياره مدرس او معلم، تجي ما اعرف يعني، والله ما واحد يصفن. هسه تم القاء القبض عليك وانت في قبضه القانون، ايش راح تقولهم؟ ايش تعطيهم سبب؟ راح تعوض سيارته، راح تنحكم، راح يصير بيك تاخذ لك فد 3 سنين 4 ما اعرف ايش قد. يكون السبب واحد يعرفه ما ندري. ابو مصطفى يقول بارك الله بجهود رجال مكافحه الارهاب. براثن الذيبي يقول ابطال بارك الله بكم. ابو عبد الله يقول والله ابطال والنعم منكم. احمد يقول الفضل لصاحب السياره طلع على القنوات وسواها راي عام. ابو علي يقول حتى لو كانت هنالك عداء شخصي كان من المفترض ان لا تصل الموضوع الى هذا الحد، طبعا بعيدا عن الاخطاء النحويه والربط. يقول حتى لو كان اكو يكون الموضوع ما يوصل الى هيجي يعني حرق وسياره وروح وتعب. ارهابيين صرنا، مجرمين صرنا، والله ما اعرف. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو اللي بعده الضيم هم بيضيم قهر، يعني هم بنزين خانة في احد المحافظات، تشوف لك ناس طبقة ومسلحين وعركة وما ادري شنو. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. وين، ليش، شكو، منو، علي من، ما ندري. زين ما ندري. ذولا صغار، يعني هسه ذولا بالفيديو تشوفهم شباب صغار، ذولا زلم كبار ودشاديش وهم ونزلوا مسلحين وترادموا، ما تدري يعني والله ما. زين هسه سؤال، عفتوا اماكن الدنيا كلها ما لقيتوا غير البنزين خانه تتعاركون بيها؟ يعني طلقه واحده تحرق لك البنزين خانه والمنطقه والسيارات. زين دول اللي اسلحه
كلاشينكوف ونص خمس وما ادري ايش اسمه وذن الاسلحه شايليهن شايليهن وخاليهن بالسياره تفترون شنو على يمين شكو شنو اسلحه بالايد وهاي يروحون يجون ما ادري يعني تجيبها منا توديها منا ناشد اكثر عمي يا شرطه محافظه ميسان قياده شرطه محافظه ميسان يعني شنو ممكن بيان ممكن تقولون تفرحونا لقيتوا القبض ما اعرف شوف التعليقات بلكت نلقى لنا واحد يعرف شكو ما اعرف يعني مع الاسف يقول ابراهيم رفعت الجلسه وعاش العراق عمار يقول استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه انا هم مثلكم استغفر وهاي صباح يقول جهود مشكورة وبارك الله فيكم القوات الأمنية بميسان نايمين بشهر العسل عقبك كده جبتوا لنا الكلام ما أعرف والله يعني ما أدري أعز الناس منو أعز الناس غير ما فوت كمل أعز الناس أمي لو أعز الناس منو أعز الناس أبي لو أعز غير ما فوت كملها لو تريد تدقها هنا يقول نسخة منه إلى السيد وزير الداخلية المحترم نقطة 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 وأهم شيء تركز لي على النقطة 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 يحيى يقول رقم السيارة وتطلع قوة عليهم وإجراءات صارمة بحقهم موضوع بسيط أحسنت يحيى هذا الحل كان خافي عنه أحسنت يحيى بارك الله بك هذا كان آخر تعليق خصوص هذا الفيديو من قبل يحيى يقول موضوع بسيط يعني موضوع بسيط تطلع قوة عليهم وهذا هو خلينا نشوف الفيديو اللي بعده بهم يا نبي ضيم وقهر وبلاوي طبعا الفيديو اللي بعده خلينا نشوف الفيديو نرجع نسولف يا ما على شنو تخلي الكاميرات شو هذول الحرامية هذا آخر ما توصل إليه الحرامية يبغوا يقولوا من الجامع ما يعني ما ادري والله ما ادري ما اعرف جامع تصير بي صناديق للتبرعات مرات يستخدموهن لتحسين وضع الجامع يشتروا لهم اشياء جديده بالجامع مرات يستخدموه للايتام للتبرعات للكثير من الامور للطبخ للثواب كثير كثير من المواضيع وخلينا برا الناس تجي داخل الجامع الناس تجي اللي يذبل للي في ذبل الخمسة يذبل العشرة يذبل الخمس مئة دينار يذبل الربع يجي ذبل يجون ذول الحرامية أطفال صغار أعمارهم ما أدري قد يجي يبوق هذا ويروح يبوق من جامع في محافظة كركوك يبوق من جامع يعني والله ما أدري يعني هسه انا ما اقول لك عفت الاماكن كلها وجاي تفوق لان هو اصلا السرقه حرام حرام هيك حرام او بس ما استحيت ما خفت خوف مضاعف من رب العالمين يعني هم تفوق وتفوق من جامع من بيت الله تفوق ما ادري شنو التربيه اللي انتم تربيتوها شنو جتكم من تعليمات ما اعرف ما ادري هنشوف التعليقات شوف التعليقات ما اعرف يعني يبوق من جامع وصلنا مرحله انه تسرق من جامع شاكر يقول حتى بيت الله ما اسلم من عندكم اي أيوة والله اخوي حتى بيت الله ما اسلم من عندهم حتى الجامع قاموا يبوقوا ويجيني واحد هسه الفقير والعوز كلنا كنا فقرة شو ما بقنا شو ما مدينا دينا ما اعرف ثريا تقول عزب عينكم مخافة الله ماكو خلصانة سبحان الله كون باللحظة اشيلهم وعاقبهم يعني اسوي البوق هيك حرام بس يعني من جامع خلصت الأماكن تبوق من جامع والله ما أعرف
رجاء تقول الغسل ويقول لك ليش ربك يغضب علينا. صدق الغسل رجاء، رجاء صدق والغسل. أبو مؤمل يقول لا تتعجب بدبي تقفل مدري شنو مداسك أجلكم الله بالخزنة لاين باك. أنا سرقوا مداسي أجلكم الله بدبي سنة 2000 كنت هناك، وهي دبي بعد تطور وكاميرات وهاي يبوك. والله ما أعرف. آخر تعليق من أبو عماد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونختم بتعليق أبو عماد. مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة نقلكم في مالا.